السيدة عفاف. السيدة عفاف سالم عليوة اللي كانت ضيفة برنامج 90 دقيقة يوم الحد اللي فات، ووالدة ثلاثة، لو كنت شفتوا الحلقة مع معتز استضافها، هي عندها ثلاث أولاد عندهم ضمور في العضلات. ابنها إسلام وهبان كتب عنوان باسم كتب مقال بعنوان الأم المثالية، وولادها الحقيقة الثلاثة طلبوا باختيارها ضمن الأمهات المثاليات السنة دي، وده اللي حصل فعلا بفوزها بجائزة الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة القليوبية. تعالوا نشوف جزء من الحلقة نفتكر ونرجع تاني. من بقالي فترة كبيرة جدا نفسي أكتب حاجة لماما أبينها قد إيه هي عظيمة، وقد إيه هي يعني أدتنا كل حاجة إحنا محتاجينها، كل حاجة نفسنا فيها وزيادة كمان. فأنا بكتب شعر عامية، بس ما كنتش قادر إن أنا بالقصايد إن أنا أوفي حقها، أو كلمات كانت بتبقى قليلة قوي عن اللي هي بتعمله معانا. ففكرت في عيد الأم إن أنا أعمل مقالة أتكلم فيها عن ماما. كتبت المقالة، وحاولت في المقالة إن أنا أظهر قد إيه أمي فعلا أم مثالية، قد إيه هي قدمت لنا كل شيء محدش حتى يتخيله. يعني انا كتير لما بقعد افكر في نفسي، يعني ازاي ماما قدرت تقدم لنا كل ده، ازاي قدرت توصلنا لنجاح ده. ازاي عبرت في مقالتك عن مساله نكران الذات والعطاء اللي بلا حدود اللي انت لمسته كطفل عندك حاله خاصه ومحتاجه رعايه طبيه معينه من والدتك؟ هي محتاجة يعني حالتي محتاجة رعاية كاملة، مش رعاية طبية فقط، هي محتاجة حياة، يعني هي تكون معايا الحياة كاملة. فماما عملت ده معايا أنا وأخواتي كلهم، وده اللي أنا حاولت أظهره في المقالة. أي أم تحط في مكاني يعني بتهيألي تقوم بالدور ده وأكتر كمان، يعني أنا لو قادرة أعمل أكتر من كده هعمل. أنا حاسة إن هم بس يعني يعني قايلين حاجة يعني مش لا لا ازاي لا لا. يعني ده واجب عليا، ده واجب، دي رسالة ربنا سبحانه وتعالى طبعا اداني حاجة زي كده، يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى قادر عارف ان انا هقدر اقوم بالدور دوت. اكيد. وفاء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا استاذ معتز. مساء النور. الأول حاجة عايزة أمسي على صحبة الورد اللي حواليك، الست العظيمة مدام عفاف، صورة مشرفة فعلا، والله العظيم صورة مشرفة فعلا للست الأم المصرية. يعني أنا مش عارفة أنا فخورة بيكي قد إيه، فرحانة بأولادك، ربنا يبارك لك فيهم ويبارك لك ليهم، يخليكي ليهم يا رب. أنا مش عايزة أقول لك أنا سعيدة بيكي لدرجة يعني أنا نفسي يعني كنت أضم يعني أحطك في حضني وأضمك على استحمالك وصبرك عليهم، وربنا يبارك فيك. حاسه ان انت في صحبه وانت الورده الكبيره وجنبك ثلاث وردات زي الفل، وربنا يبارك فيك ويخليك، وكل سنه وحضرتك طيبه يا ام يا مثاليه عظيمه. شفنا قد ايه السيدة عفاف سالم سيدة جميلة جدا، بتقول لك انا مش مستنية تكريم، وانا ده واجب عليا، مش لازم اتكرم عليه، لا طبعا لازم تتكرمي عليه، وتتكرمي عليه من الله سبحانه وتعالى ثم مننا احنا. ودلوقتي بالمصادفة انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرم السيدة عفاف سالم، وبيكرم ايضا الزميل معتز الدمرداش وفاء لروح امه السيده الراحله الفنانه الجميله والعزيزه على قلوبنا كلنا الاستاذه كريمه مختار. طيب معانا اسلام وهبان على التليفون ابن السيده عفاف. مساء الخير يا اسلام. اهلا وسهلا. طبعا احنا كلنا شفنا الحلقه وشفنا ماما قد ايه جميله وقد ايه تعبت في تربيتكم. طبعا كل ام بتتعب، بس قولي انت شعورك ايه دلوقتي لما انتوا كنتوا بتتمنوا ان هي فعلا تبقى الام المثاليه، ودلوقتي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرمها الان؟ بجد شعور لا يوصف. اللي انا شايف امي قدام عينيا وهي واقفه قدام رئيس جمهوريه مصر العربيه بيكرمها انها الام المثاليه على مستوى الجمهوريه. ايوه. شيء جميل جدا بجد، يعني صعب جدا انا اوصف احساسي.
فانا مبسوط وفرحان جدا ان الحمد لله قدرت ان انا بكلمات اوصل صوت امي لكل قلب مصري والمسؤولين. اسلام يا ربنا يبارك لك فيها يا رب ويخليها لك، والف مبروك على التكريم. الله يبارك حضرتك، سلم عليها كتير وبارك لها. في اي رساله عايز تبلغها يا اسلام؟ هو اولا شكرا لثاني دقيقه وشكرا لدكتور مدحت باش. ثانيا بجد نفسي رساله لكل انسان، مفيش شيء اسمه مستحيل. ربنا يخليك يا رب، والجنه تحت اقدامها ان شاء الله. شكرا، ميرسي قوي.